اللحم بالفرن له أكثر من 16 ساعة هالحين. نعم. الأصل تخلونه 12 ساعة. نعم، هي من 4 إلى 12 ساعة. إيه. الآن 16 ساعة يا أبو حمود. لكن بنجرب ونشوف. روح أبو معين. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. كيف الأمور؟ الأمور طيبة. أنت حار؟ حار؟ حار. حار. روح روح. يا رب يا كريم سك سك. ما شاء الله. الله الحرارة. روح تجي. بسم الله. قل بسم الله. بسم الله يا رب يا كريم. هذا المزمون وين؟ هذا المزمون. روح روح يا حلقة. وانت بعد 16 ساعة. اسمع سامي، خل نحط فيه منديل. جهز لحمة. لا خل منديل دجاج موجود. قالوا للعشاء. ما شاء الله. جيب اللحمة.